الكليات ديت الشريحه دي من 80 ل 60، فهو كليه اداب وتجاره مش هتجي له ب 60، هتجي له ب 80. يعني على كلامك يا عم انا كده فهمت. لا 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 انا كده فهمت. على كلامك هنروح لو مجموعنا جاب كلها هنخشها. لو كلامه جابها طالما مجموعه جاب الكليه هيدخلك، ما جابش الكليه هتدخل المعهد. يا استاذ انت واخد التنسيق من كام؟ قال له من 80 ل 60 قد ادنى ايه؟ قال له لا ده بيه قال له طب ماشي ماشي. راح قال لي لا ممكن يكون حد اعلى مني. الوزير نزل؟